وطالبات الصف الثاني الثانوي. يسعدني اقدم لكم النهارده ان شاء الله ذا سكند شابتر ان بيولوجي. السكند شابتر هنا بنتكلم فيها على ليسون اوف ريسبريشن اند ليفنج اورجانيزمز. البروسيس دي يا اولاد او عمليه الريسبريشن يمكن بيبقى فيها نوع من الخلط كتير بتحصل مع كتير مننا. الاول لازم نفهم ايه هي الريسبريشن وايه هي ايه الفرق ما بينها وبين الريسبيراتوري سيستم وبعض العمليات الاخرى القريبه منها. This process occurs taking او taking in by taking oxygen in directly as in unicellular organisms. الكلام ده ازاي يعني؟ بيقول لي ان عمليه الريسبريشن نفسها، انا بتكلم دلوقتي على الريسبريشن جنرال، بيقول لي دي بتحصل directly as in unicellular living organisms by taking oxygen from air and by respiratory system. يعني بيختلف زي ما اتكلمنا قبل كده في lesson of transportation. في الترانسبورتيشن كنا بنقول ان في عندنا يا اولاد في ديفرنس ما بين الليفنج اورجانيزمز اللي هي بنسميها البريميتيف ليفنج اورجانيزمز، كانت بتعمل ترانسبورتيشن كان بيحصل عن طريق عمليه الديفيوجن والاكتيف ترانسبورت، لكن في الهاير بلانتس والهاير انيمالز كان بيحصل عن طريق سيستمز سبيسيفيك سيستمز او سبيشاليزد سيستمز كنا بنسميها ترانسبورتيشن سيستم. طيب في عمليه الريسبريشن بنقول نفس الكلام، بنقول برضو ان الريسبريشن بيحصل في الليفنج اورجانيزمز اللي هي اليوني سيلولار ليفنج اورجانيزمز او البريميتيف. بيحصل ازاي؟ باي ديفيوجن او اكتيف ترانسبورت، وده دايركتلي باي تيكينج اوكسجين. طيب امال في الهاير ليفنج اورجانيزمز؟ هنا بيقول لي اور باي ريسبيراتوري سيستم ان كيس اوف مالتي سيلولار اورجانيزمز، وده زي ما احنا شايفين هنا في الدياجرام اللي قدامنا، شايفين في صوره للهيومن اناتومي او التشريح للجسم الانسان، بنلاقي ان في من ضمن السيستمز اللي هي فيري امبورتنت فور او فايتال امبورتنت مهمه جدا لحياه الانسان هي الريسبيراتوري سيستم. ريسبيراتوري سيستم وده بيبقى هو وظيفته ايه او الفانكشن بتاعته زي ما هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في الشابتر دي. تيك اوكسجين اند ريليز كربون دايوكسيد اند ووتر، يبقى هنا بياخد الاكسجين وبيخرج الكربون دايوكسيد اند ووتر، لكن مش هو ده عمليه الريسبريشن. يبقى هنا الريسبيراتوري سيستم مش هو الريسبريشن. اوكي؟ يجي بعد كده ايه هو؟ بيقول لي فيرستلي يو هاف تو نو ذير ار ديفرنس بتوين جاس اكستشينج اند سيلولار ريسبريشن. انا لما بقول جاس اكستشينج هو ده اللي احنا كنا بندرسه قبل كده في السنوات الماضيه على انه ريسبيراتوري سيستم. الريسبيراتوري سيستم هو عباره عن عمليه جاس اكستشينج يا اولاد. يبقى اللي بيحصل هنا في الريسبيراتوري سيستم هو جاست ممكن نقول عليه ان هو عمليه ريسبيراتوري سيستم او بنسميها جاس اكستشينج. يبقى انا الجاس اكستشينج حاجه والريسبيراتوري سيستم حاجه ثانيه. اوكي؟ الجاس اكستشينج تيكس بليس ان الريسبيراتوري سيستم، لكن عمليه الريسبيريشن دي بتحصل في الميتوكوندريا. عمليه السيلولار ريسبيريشن دي بتحصل يا اولاد في الميتوكوندريا، والميتوكوندريا طبعا احنا اتكلمنا عنها قبل كده كتير، لكن النهارده المفروض هندرس بعض الخصائص المهمه والاستراكشر بتاعها في الميتوكوندريا. طيب نيجي اول حاجه هنا بيقول لي ان ريسبيريشن ذا سيل بريكس داون فود مولكيولز، هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه او اللي احنا هنبدا ندخل فيه الجد بتاعنا في عمليه الريسبيريشن. بيقول لي ان ريسبيريشن ذا سيل بريكس داون ذا فود مولكيولز in order to release the energy which is used by the cell to perform its vital functions and activities. يعني اولاد عمليه الريسبيريشن هي المفروض مش بتحصل في الريسبيراتوري سيستم، لكن بتحصل فين؟ بتحصل في الميتوكوندريا. طب بتحصل في الميتوكوندريا ليه؟ عشان تعمل تبادل نوع من الايه البيرن او الاكسديشن للفود، والفود طبعا هنا بنتكلم على الجلوكوز والمونوساكرايدز بالتحديد. بعد كده بعد ما بيحصل بيرن للجلوكوز، يعني الجلوكوز المفروض ان هو بيدخل هنا بيحصل مع الاكسجين، بيحصل لهم هما الاثنين بيرن او رياكشن او تفاعل. التفاعل ده بيبقى عن طريق انزيمز موجوده برضو في الميتوكوندريا. الانزيمز دي بتعمل فاسيليتيت او ايز او ميك ايز لمين؟ للجلوكوز اند اكسجين بيرنينج او الاكسديشن. وبعد كده بتخرج لي في النهايه حاجتين، سواء الكربون دايوكسيد از ويست والووتر برضو. اوكي؟ واللي يهمنا بقى مش دول، اللي يهمني اكتر هو ال ATP. ال ATP يبقى ال ATP هي دي يا اولاد، هي اللي دي اللي تهمنا، هي دي الانرجي او هي المين برودكت بتاعت عمليه الريسبريشن. يبقى عمليه الريسبريشن هنا المين برودكت بتاعها هو ال ATP او الانرجي. طب الانرجي دي بنعمل بيها ايه بعد كده؟ بنعمل بيها الفيتال اكتيفيتيز او الفيتال فانكشنز اند اكتيفيتيز. يعني كل عمليات جسمنا الحيويه بتحصل عن طريق عمليه او عن طريق ال ATP. By using ATP. طيب
So respiration is، انت كده ممكن تعمل لي definition او تعريف للrespiration. ايه هو الكونسبت اوف respiration؟ انا لما يسالني دلوقتي ايه هو الكونسبت اوف respiration، يبقى لازم اكون عارف الديفينيشن اللي هتكلم عنه ده يا ولاد، وده بيختلف تماما عن الريسبيراتوري سيستم زي ما قلنا، او بنسميها عمليه الجاس اكسشينج، لكن هنا الريسبيريشن هو the process by which energy is extracted from bonds of food molecules manufactured by plants or eaten by animals. يعني ايه الكلام ده؟ انا يا ولاد هنا عندي الجلوكوز ده اللي هو الفود، ده نقدر نسميه فود او الجلوكوز. الجلوكوز ده يا ولاد بيجي منين؟ يا اما بيجي من البلانت، يا اما بيجي من البلانت من عمليه الفوتوسنثيسيس، يعني يا اما جاي من البلانت من الفوتوسنثيسيس، او انه جاي من الانيمال. طب وهنا في الانيمال هيجي ازاي؟ الانيمال بيوصل له الفود ده ازاي؟ باي ايتنج، ايتنج اند دايجست، ايتنج. يبقى هنا يا اما الفود ده ان هو وصل للبلانت باي فوتوسنثيسيس، او وصل للانيمال باي ايتنج اند دايجست، وعمليه الدايجست اللي خدناها في شابتر 1 في الهيتروتروفيك ليفنج اورجانيزمز. وفي الاخر احنا يهمنا ان الليفنج اورجانيزم وصل له الفود. الفود ده يا اولاد اللي هو الجلوكوز اللي احنا بنسميه الجلوكوز، ده بيحصل له بريك داون للبوندز دي. انت شايف في بوندز هنا ما بين الكربون اتومز، دي كربون اتوم ودي كربون اتوم، احنا عندنا في 6 كربون اتومز في الجلوكوز، هو C6H12 زي ما انتم عارفين الاستراكشر بتاعه C6H12O6. طب فين ال C6؟ ادي 1 2 3 4 5 وادي السته اهي زي ما احنا شايفين. يبقى احنا عندنا 6 كربون اتومز. الجلوكوز ده يا اولاد بيحصل له بيرننج او بيحصل له بريكنج داون للبوندز. يبقى هنا بيحصل بريكنج داون ذا بوندز اوف او ذا بوندز بتوين كربون اتومز اوف جلوكوز. طبعا انا مش بتكلم عن الجلوكوز لوحده يا اولاد، انا لما بقول جلوكوز بقصد بيه المونوساكرايدز جنرالي، يعني ممكن تبقى الفراكتوز، ممكن يبقى الجالاكتوز اند سو اون، ممكن يبقى كمان حتى الامينو اسيدز والفاتي اسيدز ان نيدز. يعني لو الليفنج اورجانيزم ده doesn't find او doesn't الجلوكوز doesn't exist او الكربوهيدراتس not exist، فبيتوجد بدلها مين؟ الفاتي اسيدز والامينو اسيدز، بيحلوا محلها او بيعملوا ريبليسنج ذا جلوكوز. يعني ممكن يحصل لهم برضه بريكنج داون اند بروديوس انرجي. فهنا كل اللي هنعمله اللي هنقوله في الديفينيشن هنا ايه؟ The process by which the energy is extracted، يعني extracted بتخرج او released from bonds of food molecules manufactured by plants. احنا قلنا ده الاحتمال الاول انها manufactured by plants اللي هي يقصد بيها الاحتمال الاولاني ده، or eaten by animals ويقصد بيها الاحتمال الثاني اللي هو animals eating and digest. This energy is used in generating ATP. الانرجي دي يا اولاد بتخرج بعد كده بتطلع منها في الاخر الـ ATP. يعني انا بكسر الجلوكوز وبطلع منه ATP. الـ ATP ده شكل المولكيول بتاع الـ ATP اللي هنتكلم عنه بالتفصيل لسه. ده شكل الـ ADP وده شكل الـ ATP. هنا بيمثله لي كأن الـ ADP دي empty battery، كأنها بطارية غير مشحونة، والـ ATP as charged fully charged باتري، يعني كانها بطاريات مشحونه. يبقى دي افضل مثال تفكرنا بيها او تخلينا ما ننساش ايه هو الفرق ما بين الاي دي بي والاي تي بي. ان الاي تي بي كانها بطاريات تشارجد، والاي دي بي كانها بطاريات ايه؟ امتي او نوت تشارجد. الامبورتنس اوف جلوكوز، طب احنا ليه بنتدل بالجلوكوز يا مستر؟ احنا يعني هو الجلوكوز ده يعني هو المين امبورتنت مولكيول؟ هو فعلا امبورتنس اوف جلوكوز ان سيلولار ريسبريشن. هنا الجلوكوز يا اولاد هو ذا موست امبورتنت مولكيول ان اول ليفنج اورجانيزمز، هو اهم مولكيول في الليفنج اورجانيزمز كلها. As a form of stored energy that can be transferred from one cell to another. اول حاجه يا اولاد ان هو عنده easily to be transferred، يعني هو سهل النقل جدا ما بين cell to other او to another، يبقى من سهل جدا ان يتنقل من خليه للثانيه، ودي ميزه مش موجوده في المولكيولز الثانيه. لانه طبعا احنا ما ننساش برضو ان المولكيولز اولاد بتاعت الجلوكوز نيد انسولين تو بي انترد او تو بي ترانسفيرد ثرو ذا سيل ميمبرين، عشان تتنقل من السيل ميمبرين يا اولاد برضو ما تنساش المعلومه دي، يمكن هي مش مدققين عليها قوي احنا السنه دي، بس انت خليها في دماغك عشان هتحتاجها في موضوعات ثانيه. انا دلوقتي لو عندي الجلوكوز، الجلوكوز عشان يدخل بيدخل من ريسبتورز معينه في الخليه في البلازما ميمبرين. الريسبتور دي يا اولاد محتاجه كمان معاها الانسولين،
يبقى انا محتاج الانسولين والجلوكوز. الانسولين ده هرمون هو اللي بيعمل فاسيليتيت للايه؟ للانترانس اوف جلوكوز تو ذا سيل. فهنا نقدر الجلوكوز يقدر يدخل الخليه، لكن هو في كل الحالات هو بيقول لي ايزلي تو بي ترانسبورتد ثرو ذا سيل او سيل ممبرين او انتر ذا سيل، بيقدر يدخل الخليه بسهوله، وده مش متوفر في معظم المولكيولز الثانيه. طيب importance of glucose we still now in importance of glucose بيقول لي كمان an excellent example to study the steps of breaking down، هو اسهل مثال يخلينا نقدر ندرس البريكنج داون اوف فود مولكيول. طب احنا يا مستر، طب ما في الفاتي اسيدز وفي الامينو اسيدز، هما بيبقوا كومبليكيتد شويه عن الجلوكوز، فالجلوكوز بيبقى سيمبل اكتر. فبيبقى الناس كلها في العالم تقريبا كله في البيولوجي بيبداوا دراسه الريسبريشن وعمليه البيرنينج وعمليه السيلولر ريسبريشن بالتحديد بيبداوا بالجلوكوز. يبقى هو بيحصل له بيقول لي ايزي او اكسلنت اكزامبل تو ستادي ذا ستيبس اوف بريكنج داون ذا فود مولكيولز از ات is molecule commonly used in the majority of living organisms. كمان في حاجة تانية بيقول لي إن تقريبا all living organisms أو most living organisms majority يعني معظمها أو أغلبية maximum majority أو ال majors of living organisms كلها أولاد بتستعمل الجلوكوز، فبالتالي الجلوكوز هنا ليه خصوصية أكتر، أو هو specific molecule خاص بعملية الإيه؟ ال burning and producing انرجي او اي تي بي. الجلوكوز برضه ده ليه ستراكشر ثاني ولا زي ما انتم شايفين الشكل اللي هو بيديهوني في شكل هيكساجون ده او شكل الهيكساجونال الشكل السداسي، وده برضه شكل من اشكال الجلوكوز. طيب السيلولر ريسبريشن، انا دلوقتي بتكلم يا مستر في الريسبريشن. طب في السيلولر ريسبريشن؟ السيلولر ريسبريشن يختلف شويه اختلافات بسيطه عن كلمه ريسبريشن. انا لما بقول ريسبريشن بتكلم عن ريسبريشن جنرال، ده اللي خدنا الديفينيشن بتاعه من شويه، لكن لما بقول سيلولار ريسبريشن لا، انا بتكلم على الريسبريشن اللي هو تيكس بليس ان سيل اونلي، اللي بيحصل جوه الخليه بالتحديد. هنا بيقول لي ذا بروسيس باي ويتش انرجي از اكستراكتد فروم كيميكال بوندز اللي هي بتاعت المولكيولز، سواء بقى زي ما قلنا مانيفاكتشرد باي بلانتس اور ايتن باي انيمالز. طب بتحصل فين السيلولار ريسبريشن يا اولاد؟ تعالى بقى ناخد حته مهمه جدا، يا اما بتحصل في الميتوكوندريا. هتقول لي طب افرض ان الليفنج اورجانيزم ما عندهوش ميتوكوندريا، في الحاله دي هتحصل فين؟ في السيتوبلازم. في السيتوبلازم يبقى هنا اور، يبقى يا اما في الميتوكوندريا او في السيتوبلازم. ايه الاختلاف اللي ما بينهم؟ الاختلاف اللي ما بينهم يا اولاد هو انه في بعض الليفنج اورجانيزمز زي ما قلنا زي مثلا البكتيريا، some types of bacteria have no nucleus have no mitochondria، ما عندهاش organelles زي البكتيريا. في الحاله دي يحصل ايه؟ يبقى انا لما اتكلم على cellular respiration هنا مش دايما، خد بالك مش دايما اقول في الميتوكوندريا، لا الميتوكوندريا ده بيحصل في الايوكاريوتس. في الايوكاريوتس يعني ايه؟ يعني الكائنات حقيقيه النواه اللي هي زي الهيومن والانيمال والفانجاي. طب امتى يحصل في السيتوبلازم؟ لا في البروكاريوتس وبعض الايوكاريوتس، خد بالك من المعلومه دي. يبقى هنا بيحصل في البرو والايو، يبقى في البروكاريوتس والايوكاريوتس اللي هي بدائيه النواه، البروكاريوتس والايوكاريوتس حقيقيه النواه. ازاي يا مستر؟ هقول لك دلوقتي وهنعرف دلوقتي انه ممكن يحصل يحصل في السيتوبلازم رغم ان الخليه عندها ميتوكوندريا، بس بيحصل برضه في السيتوبلازم. ده بيحصل فين؟ زي في الماسلز، زي في الييست الخميره، دول من الايوكاريوتس ومع ذلك بيحصل فيهم عمليه السيلولر ريسبريشن احيانا في بعض الظروف، طبعا according to the certain conditions حسب ظروف محدده بيحصل فين؟ في السيتوبلازم. لكن امتى يحصل في الميتوكوندريا؟ لا ده هنا بقى ان اول ايوكاريوتس، ده الطبيعي في الايوكاريوتس. يا جماعه تاني بقى normally cellular respiration normally take place in mitochondria في الايوكاريوتس، ده الطبيعي بتاعه. لكن طب امتى يحصل في السيتوبلازم؟ برضه normally في البروكاريوتس، ده normal ده العادي. يبقى العادي هنا انه يحصل فين؟ normally فين؟ في البروكاريوتس. طب في الايوكاريوتس سبيشال، دي حاله خاصه، حالات خاصه معينه هنشوفها بالتفصيل. طبعا ده شكل الميتوكوندريا يا اولاد قدامنا، ده الاستراكشر بتاع الميتوكوندريا زي ما هناخده بالتفصيل لسه. هنا بيقول لي ان الجلوكوز مولكيول از كونسيدرد از ان اكسلنت اكزامبل تو ستادي، كمان ان الجلوكوز هو يعتبر مثال سهل جدا للدراسه بتاعته. ذا ستيبس اوف بريكنج داون ذا فود مولكيولز از اتس كومونلي، كومونلي يعني ايه؟ يعني هو عام او جنرالي in all living organisms and most living organisms by the majority of living organisms to produce energy more than any molecule available food. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عندنا حتى لو في available molecules ثانيه زي الامينو اسيدز والفاتي اسيدز not used as glucose، ما هيش مستخدمه زي الجلوكوز commonly زي الجلوكوز، لان الجلوكوز قلنا هو more common، منتشر اكتر في living organisms. طيب
and energy required by the cell needs ATP is considered like small currency. هنا أولاد هنا في معلومة مهمة جدا لازم ناخد بالنا عشان تيجي في أسئلة، هي معنى كلمة الـ ATP أو الأدينوزين ترايفوسفيت. أنا ما يهمنيش المعنى الإنجليش أو العربي بتاعها، ما أقصدش الترانسليشن أو حتى الترانسكريبشن بتاعها، أنا بقصد أولاد هنا إيه هو إيه فايدة الـ ATP. الـ ATP هنا أولاد العلماء بيسموها energy currency. energy currency كلمة energy currency يعني إيه؟ عملة الطاقة. energy currency يبقى لما اقول energy currency هنا يقصد بيها الـ ATP. طيب نفهم ليه؟ all living organisms exchange and spend، بتصرف وبتبدل مع بعضها، يعني لما بيحتاج الخلية تدي الخلية اللي جنبها، تعمل لها give او gain او lose energy، تفقد طاقة او تديها طاقة او تاخد طاقة منها، بيتعاملوا بالايه؟ بالـ ATP. يبقى الـ ATP هي كأنها الـ energy currency زي ما بنقول. it can be easily spent and exchanged. It's actually considered as universal currency of energy in the cell. يعني يعتبر كأنها عملة عالمية أو عملة universal كونية. يبقى هي universal currency of energy هي مين؟ هي الـ ATP. يعني أنت ما تلخبطش، إحنا طبعاً بندرس لما بنقول الـ units بتاعت الـ energy، الجول أو الـ units التانية اللي بندرسها في الفيزيكس أو في الكيمستري، لكن هنا عندنا في البيولوجي الـ unit اللي هي certified أو المعتمدة عندنا هي الـ ATP. ATP او الادينوزين ترايفوسفيت، لان السيلز بتتعامل السيلز اوف اول ليفنج اورجانيزمز كلها بتعمل اكستشينج اند ديل ويز ATP انرجي كرنسي. طيب بعد كده بيقول لي تو ستادي ذا ATP ستراكشر، عشان ندرس بقى الاي تي بي ستراكشر محتاجين نفهم ايه هي البروسيس او عمليه الميكانيزم اللي بيحصل بيها عمليه الاكستشينج اوف ATP اند ADP. يعني ازاي بيحصل تداول او تناول للاي تي بي والاي دي بي. ذا مولكيول از بيلت اب اوف 3 سب يونتس. اولاد المولكيول بتاع الاي تي بي لو انا فككته كده مع بعض، هنمسك مثلا الاي تي بي او الاي دي بي، اي واحد فيهم، هنفترض ان احنا بدانا بالاي دي بي. هيبدا ازاي الاي دي بي؟ بيبقى عندنا الاول خالص في مولكيول اسمه الادينوزين، الريبوز الاول اولاد، ده الريبوز، ده نوع من انواع الشوجر اللي هو البنتوز، ده اول حاجه عندنا. وده طبعا بيبقى C5H10، وانت درسته قبل كده في الصف الاول H10O5، ده بنسميها ماده الريبوز او البنتوز. بعد كده بتبقى كومباين او بايندينج ويز ماده ثانيه اسمها الادينين. الادينين يبقى انا لما اربطها مع ماده الادينين كده اصبحوا هما الاثنين اسمهم ايه؟ ادينوزين. ادينوزين يبقى الادينين ومعاه الريبوز اصبحوا اسمهم ادينوزين. طيب ومعاهم كمان 2 فوسفيت يبقى اسمهم ادينوزين داي فوسفيت. يبقى هنا الريبوز وادينين. الادينين يا اولاد هتاخدوا حاجه من حاجه اسمها البيوراين. البيوراينز دي عباره عن حلقتين من النيتروجين سبيسز زي ما انت شايف، حلقتين نيتروجينيتين، مواد نيتروجينيه، فبنسميهم الاثنين مع بعض كده الادينين، الحلقتين دول، ومعاهم كمان البنتوز اللي هو C5H10O5 او الريبوز. لما الاثنين يندمجوا مع بعض الكومبينيشن ده اللي انت شايفه ده اللي هو ده وده مع بعض، بنسميهم كده هما الاثنين مع بعض اسمهم ADP. ADP او امتى اسميهم؟ طبعا اسمهم ادينوزين وضفت عليهم البي اللي هو 2B، ده ادي 1 وادي 2، ال 2B دول يبقى اسمهم ADP او الادينوزين داي فوسفيت. لما بيجي لهم بقى اولاد الانرجي ثانيه انرجي عشان تربط واحده فوسفيت جديده معاهم اللي انت شايفها دي، فوسفيت ومعاها انرجي، في الحاله دي بيصبحوا 3 ATP وبرضه الادينوزين موجود، يبقى الادينوزين تراي فوسفيت، يبقى اصبحت اسمها ادينوزين تراي فوسفيت. طب الادينوزين تراي فوسفيت ده هنا معناها ايه؟ معناها انه عنده انرجي زياده، يبقى هو كونتين هنا في انرجي زياده يا اولاد ما تنساش، والانرجي دي تقريبا بتساوي في المول لكل مول بتساوي من 7 ل 12 كيلو كالوري، من 7 ل 12 كيلو كالوري، يعني من 7 ل 12 الف سعر من السعرات الحراريه، ومن 7 ل 12 كيلو كالوري. ده فين؟ في ال 1 اي تي بي او الاي تي بي مول. الاي تي بي مول يعني انا لو اخذت مول من الماده دي كده من التركيبه بتاعتها او الماده بتاعتها دي، هلاقي انها بتحتوي على انرجي قد ايه؟ من 7 ل 12 كيلو كالوري، عشان ترجع تاني تفقدها وتتحول لمين؟ للاي دي بي. يعني انا لو حولتها كده للاي دي بي هتعمل لوز ايه يا اولاد؟ من 7 ل 12 كيلو كالوري، ادي اول واحده اول حاجه، وكمان هتعمل لوز، هتتحول لي بقى لمين؟ بدل ما هي اي تي بي هتروح متحوله للايه؟ للاي دي بي بلس مين؟ بلس ايه؟ البي وبلس طبعا الانرجي، بلس الانرجي اللي هم احنا شفناهم دول. يبقى اقدر احول من دي لدي والعكس طبعا. يبقى الاي دي بي ومعاها البي ومعاها 7 ل 12 كيلو كالوري ممكن يدوني اي تي بي، والاي تي بي ممكن يديني
يعني الايكويشن سواء ماشيه في الاتجاه الاولاد او في الاتجاه ده، الاثنين صحيح، الاتجاهين ريفرسد او الاثنين صحيح، لان في بالانس طبعا ما بينهم. الاي تي بي يديني اي دي بي بلس بي، الاي تي بي بيديني اي دي بي بلس بي بلس 7 تو 12 كيلو كالوري، وكمان لو قلت اي دي بي بلس بي بلس 7 تو 12 كيلو كالوري يديني اي تي بي. طيب هنا لما بيشرح لي الاستراكشر بتاعها، احنا طبعا شرحناه بالتفصيل، بيقول لي ادينين ويتش از نيتروجين سبيس، طبعا هو نيتروجين سبيس وعباره عن نوع ليه صفات البروبرتيز بتاعت البيزز، زائد ان هو بيتكون من زائد طبعا الشوجر اللي هو الريبوز ده اللي احنا قلنا عليه الريبوز، وقلنا تركيبته للسي 5 اتش 10 او 5 ده نوع من انواع البنتوزات او السكريات الخماسيه. اوكي طيب بعد كده هنا بيقول لي تو ستادي ذا ستراكشر اوف اي تي بي. The two are joined. The two are joined to the chain of 3-phosphate. طبعا هنا بالمناسبة أولاد بيرتبط زي ما قلنا بالتريفوسفيت أو الثلاثة فوسفيت groups linked together by bonds in cellular respiration. Only one of these bonds usually breaks down. بالمناسبة أولاد عشان ما ننساش إن في بوند واحدة بس، لو أنا قلت لك إن في عندنا تراي اي تي بي اللي بنسميها اسيت 1 اي تي بي اللي هو ادينوزين ترايفوسفيت، الادينوزين ترايفوسفيت في عندنا ثلاثه فوسفيت، واحده بس منهم اللي بتتكسر، يعني مش بيحصل لهم بريكنج داون للثري فوسفيت. بيقول لي 1 اي تي بي، 1 اونلي اوف ذيس بونز يوجوالي بريكس داون، وهي دي اللي بتديني الرقم اللي احنا قلنا عليه من 7 ل 12 كيلو كالوري انرجي لكل مول، فور ايتش مول اوف اي تي بي. Study the ATP. Only one phosphate group is removed by hydrolysis of an ATP. العملية دي أولاد كمان ممكن نسميها hydrolysis، يعني عملية التحول دي كده ممكن نسميها hydrolysis، عشان برضو ما تنساش إنها ممكن تسميها hydrolysis. يعني إيه hydrolysis؟ يعني عملية تحلل، عملية breaking down، عملية ممكن تسميها أسماء كتير، ممكن تسميها كاتابوليزم لها، كاتابوليزم للعملية دي للموليكيول ده لوحده. يعني الموليكيول ده نفسه الـ ATP، طبعا آسف لو إحنا عملنا غيرنا الاتجاه بتاعها عشان هنا ده الاي تي بي هو اللي بادئين بيه، الاي تي بي عشان يتحول لاي دي بي، ده بيحصل طبعا بيحصل عمليه الايه؟ الكاتابوليزم، والكاتابوليزم لكن انا لو حولت من اي دي بي لاي تي بي لا ده يعتبر انابوليزم، انت بتبني بقى، انت هنا كده بتبني، هنا كده بتبني، بتعمل انابوليزم او بتعمل بيلد، وفي الحاله دي انت بتحتاج انرجي، يعني هنا محتاج يا اولاد نيد انرجي، نيد انرجي، ليه انرجي؟ عشان هي الانرجي دي عشان اربط الاي دي بي مع الفوسفيت الثانيه ويديني اي تي بي، يعني هنا نيد انرجي، لكن هنا ريليز، هنا ريليز انرجي، ما تنساش دي لان دي برضه جزئيه مهمه جدا. البروسيس اوف سيلولار ريسبيريشن ستارتس ويز جلوكوز مولكيول. طيب هنا عشان نبدا بقى في الجزء اللي يهمنا اكتر شويه، احنا كل ده بنعمل زي انتروداكشن عن الاجزاء المهمه جدا في عمليه السيلولار ريسبيريشن. This process of cellular respiration starts with glucose molecule and can be summarized by the equation. طيب تعال كده نشوف حاجة مهمة جدا ناخد بالنا منها في عملية السيلولار ريسبيريشن. عملية السيلولار ريسبيريشن اولاد بتبدأ بالجلوكوز. لاحظ انها بتبدأ بالجلوكوز رياكتنج مع الاكسجين. طيب وبتنتهي بمين؟ بالكربون دايوكسيد والووتر والاي تي بي. طيب سيبنا من الاي تي بي لان دي انرجي، يعني هي مش ماتيرياليست، يعني هي تعتبر انرجي او هي موليكيول موجود اوريدي في الخليه، بس كل اللي بيعمله انه بيخزن الايه؟ بيخزن الطاقه، ستور للانرجي. طيب نيجي بقى للموليكيولز الثانيه. C6H12O6 اللي هو الجلوكوز بلس O6O2 اللي هو الاكسجين، لما بيعملوا عمليه الريسبريشن او عمليه البيرنينج او عمليه الاكسديشن يا اولاد، ممكن نسميها برضه اكسديشن وعمليه البيرنينج، يعني ليها كذا اسم عشان نبقى واخدين بالنا، ممكن نسميها بيرنينج، ممكن نسميها اوكسيديشن، ممكن نسميها ريسبريشن او سيلولار ريسبريشن زي ما قلنا. العمليه دي يا اولاد بتنتج لي كربون دايوكسيد ووتر. طيب انت مش ملاحظ ان العمليه دي تقريبا عكس عمليه الفوتوسينثيسيس، صحيح ولا ايه؟ فوتوسينثيسيس كان بيحصل فيها العكس يا مستر، كان بيحصل فيها ان الكربون دايوكسيد بلس الووتر H2O كان بيديني C6H12O6 بلس الاكسجين. صحيح كان بيبقى فيه زياده في عمليه الووتر، لان كان بيبقى مثلا هنا كان بتبقى دي 12، لو تفتكر في عمليه الفوتوسينثيسيس كان بيبقى 12 للاو لل H2O، وكان نفس البالانس بعد كده كل حاجه، زائد هنا كان بيطلع في الاخر خالص هنا في 6 H2O. يعني انا لو مشيت الايكويشن كده يا اولاد ريفرسد دايركشن في الاتجاه المعاكس هتلاقيها كده اصبحت فوتوسينثيسيس، بس كل اللي هتعمله انك هتحط هنا بدل هي 6 H2O هتحطهم 12 H2O، طبعا وال 6 CO2 زي ما هم هيديني في الاخر برضو ده زي ما هو نفس النظام، وده زي ما هو نفس النظام، بس جديد ايه هنا؟ هنا هيبقى 6 H2O في زياده. ليه؟ لان في انت ضفت هنا
6 اتش 2 او هنا، فبيخرجوا 6 اتش 2 او في عمليه الفوتوسنثيسيس. بنفكرك ان لازم تبقى عارف ان في عمليه زي نوع من الريفرس اكشن ما بين الفوتوسنثيسيس والريسبريشن، الاثنين ريفرس بروسيسز، عمليات عكسيه، او الاثنين اوبوزيت اتش اذر، اوبوزيت اتش اذر يعني بيعكسوا او ضد بعضهم. اوكي طيب نيجي بعد كده بيقول لي through this process hydrogen carriers، هنا برضو من الاجزاء اللي لازم نعرفها واحنا بندرس عمليه الريسبريشن. بيقول لي كمان لازم تعرف ان في حاجه اسمها ان الهيدروجين كاريرز، والهيدروجين كاريرز برضو هتفتكر ان احنا اتكلمنا عنها قبل كده في عمليه الفوتوسنثيسيس. كان من ضمن الهيدروجين كاريرز كان في حاجه اسمها ال NADP، ال NADP او الناد بي، ده كان من الهيدروجين كاريرز في الفوتوسنثيسيس. هنا في عمليه الريسبريشن او الاكسيديشن هنا في برضو هيدروجين كاريرز. طب ليه هيدروجين كاريرز يا مستر؟ لان عمليه البريكنج داون للجلوكوز اولاد بتتطلب ان يعمل ريليز اوت او فري، بتخرج هيدروجين اتومز، هيدروجين ايونيك هيدروجين او ايونز اوف هيدروجين. ايونات الهيدروجين دي اولاد بتعتبر هارمفول وضاره للسيل لانها بتغير لها البي اتش. ففي الحاله دي كان لازم يبقى في حد هنا دايركت قاعد على طول عمال بيعمل ايه؟ بيعمل كاري للهيدروجين مولكيولز، وهنا الماده دي هي في الحاله دي النيكوتين امايد نيوكليوتايد، وهي بنسميها ان اي دي. الان اي دي هنا ده اولاد بياخد الهيدروجين ويديني، يحصل له عمليه ريدكشن فيديني ان اي دي اتش بلس هيدروجين. هنا بقى ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، هنا الان اي دي بلس لما او الان اي دي بوزيتيف لما حصل ضفنا له او اديشن للهيدروجين بنسمي العمليه دي ريدكشن. ريدكشن خد بالك عشان دي بتيجي عليها اسئله كتير جدا والناس مش بتاخد بالها منها، ان عمليه ال NADH مع الهيدروجين دي بنسميها ريدكشن، لان اي تفاعل مع الهيدروجين بنسميه ريدكشن. طب انا لو عكست كده في الاتجاه ده، لو خدت ال NADH ده يا مستر ورحت ايه مفككه تاني وطلع منه ال NADH ده، فككته وطلعت منه NAD بلس هيدروجين، في الحاله دي هيبقى عمليه اوكسيديشن. اوكسيديشن يبقى انا هنا كده ال NAD هنا بيشتغل ايه يا اولاد؟ بيشتغل بيفيدنا في عمليتين، في عمليه الريدكشن بياخد الهيدروجين وبعدين يعمل اوكسيديشن بيدي الهيدروجين للاكسجين، بياخد الهيدروجين ده يسلمه للاكسجين. طبعا في خطوات ستيبس ثانيه هناخدها بالتفصيل. ففي الحاله دي الهيدروجين ال NADP هنا بسميه هيدروجين كارير. هيدروجين كارير يعني ايه؟ هيدروجين كارير يعني ناقل او حامل للهيدروجين، يبقى هنا ده هيدروجين كارير. طيب في زيه بالظبط ال FAD. طب ايه الفرق ما بينهم؟ ال NAD بياخد الهيدروجين اللي هو اللي عنده هاي انرجي، هاي انرجي يعني اللي طاقته عاليه شويه، لكن الثاني ال FAD بياخد الهيدروجين اللي هو لو انرجي، يعني الهيدروجين ده لو انرجي عن الهيدروجين ده، ده هاي. عرفنا منين ان هاي انرجي؟ اللي هو عشان يتفاعل مع ال NAD. والهيدروجين اللي بيتفاعل او بيعمل عمليه ريدكشن لل FAD ده بيبقى لو انرجي، وفي الحالة دي يبقى انا عندي تو هيدروجين كاريرز، سواء الهيدروجين كارير اللي هو ال NAD اللي هو بيعمل رياكت مع الهاي انرجي هيدروجين، الهيدروجين اللي هو عنده ستيميليتد او اكسايتد مور يعني عنده اكسايتيشن زيادة، وال FAD بيتفاعل مع ال H2 او الهيدروجين برضه اللي هو لو انرجي اللي عنده طاقة اقل. وبرضه زي سيم لو قلنا ان هنا عملية الريدكشن وهنا عملية الاكسيديشن، يبقى برضه هنا نفس النظام نقدر نقول كده برضه عملية الايه؟ الاكسيديشن. يبقى انا كده عندي عمليه الاكسديشن بتحصل دايما عكس عمليه الريدكشن. اوكي طيب هنا بيقول لي ايه الهيدروجين كاريرز ديورنج ذا جلايكوليسيس، هناخد عمليه الجلايكوليسيس دي بالتفصيل، وهي عمليه التحلل او البريكنج داون للجلوكوز. عمليه التحلل او البريكنج داون للجلوكوز دي بنسميها كريبس سايكل، بعدها بتيجي خطوه ثانيه اسمها كريبس سايكل. يبقى عندنا في خطوتين، الاول جلايكوليسيس وكريبس سايكل، وبعد كده في الاخر خالص في خطوه في النهايه اسمها الكترون ترانسبورت. الكترون ترانسبورت دي في الاخر خالص، طبعا الثلاثه مع بعض بنسميهم سيلولار ريسبيريشن، هناخدهم بالتفصيل لسه، لكن احنا دلوقتي بنقول انه بيحصل هنا بريكنج داون للجلوكوز اند كريبس سايكل هيدروجين اتومز ار ريموفد فروم كاربون. طيب هنا الهيدروجين اتومز بتطلع مع هي من الكربون سكيلتون، الكربون سكيلتون بتاع الجلوكوز يا اولاد، يقصد ده هنا ما تلخبطش نفسك بكلمه الكربون سكيلتون، انت افهم ان الجلوكوز بيحصل منه بيخرج منه هيدروجين، يبقى الجلوكوز هنا بيخرج منه الهيدروجين. مين اللي هياخد الهيدروجين؟ هي ال NAD وال FAD ذات باس تو كوانزايم. بعد كده ال NAD وال FAD بعد ما بيعدوا للكوانزايم، ما تنساش حته ثانيه، يبقى انا لما قلت ال NAD وال FAD اسمهم هيدروجين كارير، كمان ممكن اسميهم كوانزايم. يبقى برضو ممكن يجيني سؤال يقول لي
لما بشوف كلمه كو انزايم على طول انا ببقى عارف ان هو بيتكلم على الهيدروجين كاريرز سواء الان اي دي او الاف اي دي. طب لو شفت كلمه هيدروجين كارير اه يبقى انا برضو يجي في بالي كلمه كو انزايم. طب احنا درسنا كو انزايمز السنه دي في المنهج اكتر من مره قبل كده، يعني مثلا من ضمن الكو انزايمز اللي درسناها كان برضو في كو انزايم اللي هو كان الانترو التريبسينوجين، كان في انتروكينيز او كان في كو انزايمز والانتروكينيز ده كان بياكتيفه كان بينشطه، ده برضو يعتبر كو انزايم. زائد ما اخذنا قبل كده في شابتر 1 برضو كان في كو انزايمز زي ال NADP وال NADP كان بيعمل كاري للهيدروجين تو نوت ريتيرن تو اكسجين في عمليه الفوتوسينثيسيس في اللايت رياكشن. يبقى هنا انا بتكلم دلوقتي على الاكسجين اللي بياخد الهيدروجين، سوري اللي بياخد الهيدروجين هنا هو كو انزايم اللي هو ال NAD او ال FAD وبنسميهم هيدروجين كاريرز. وهناخد ثانيه كو انزايمز ثانيه اولاد في اخر بروسيس في اخر عمليه في بنسميها السيتوكرومز، دول برضه اسمهم كو انزايمز السيتوكرومز، هناخدها في الاخر خالص في اخر جزء في المرحله الاخيره، لان احنا عندنا دي نمبر 1 اللي هي بنسميها جلايكوليسيس، نمبر 2 بيسموها الكترون ترانسبورت، اخر حاجه بيسموها الكترون ترانسبورت بعد الكريبس سايكل في الكترون ترانسبورت، ودي تعتبر نمبر 3 الكترون ترانسبورت دي نمبر 3. الثلاث مراحل دول هم المراحل بتاعت عمليه الايه؟ بتاعت عمليه السيلولار ريسبيريشن. التايبس اوف ريسبيريشن، انا لو هتكلم على انواع الريسبيريشن طبعا في انواع منها نوعين مهمين جدا، في ديفر ان الستبس او ديفر في الخطوات بتاعتهم، يختلفوا في خطواتهم بيختلفوا كمان في الاكزيستنس بتاعهم والكونديشنز بتاعتهم او الشروط بتاعتهم. في عمليه من نوع من انواع الريسبيريشن بنسميها الايروبيك ريسبيريشن، ايروبيك ريسبيريشن او الكومبليت اوكسيديشن. طب ايه هي الايروبيك ريسبيريشن؟ لازم تلخصها في شويه كلمات كده عشان تبقى عارفها وبعدين ناخدها بالتفصيل. الايروبيك ريسبيريشن يا اولاد بيقول لي هي عباره عن كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز، يعني انا بكسر الجلوكوز للنهايه بخلص عليه للنهايه. اوكي طيب تو بروديوس 38 اي تي بي، لاحظ بقى كويس قوي المعلومه دي، هنا بيطلع لي 38 اي تي بي، يبقى هنا عند الايروبيك ريسبيريشن ده بيطلع لي كام اي تي بي؟ 38 اي تي بي from one glucose molecule includes three steps. العمليه دي يا اولاد بتحصل زي ما قلنا عن طريق ثلاث خطوات. طيب هي بتحصل فين يا مستر؟ هل بتحصل كلها في الميتوكوندريا ولا بره الميتوكوندريا ولا فين في الميتوكوندريا ولا في السيتوبلازم؟ هنشوف دلوقتي. اول خطوه منهم يا اولاد اللي هي بنسميها الجلايكوليسيس او عمليه التحلل الجلوكوز، تكسير الجلوكوز عمليه بريكنج داون. طب البريكنج داون بتاع الجلوكوز ده بيحصل فين؟ يعني يا مستر هي مش كل، مش انت قلت ان قبل كده ان السيلولار ريسبيريشن كلها بريكنج داون للجلوكوز؟ لا طبعا هي في خطوات ثانيه بعد البريكنج داون. يبقى اول حاجه بيحصل بريكنج داون للجلوكوز، الجلوكوز بس بيديني ادي الجلوكوز اهو بيديني بس يا دوب ايه 2 بايروفيك، حاجه اسمها البايروفيك اسيد، يبقى هنا بيديني بايروفيك وبايروفيك. التو بايروفيك اسيدز دول اللي هم اللي بيخرجوا من عمليه من عمليه الجلايكوليسيس او الجلوكوز ده يا اولاد بيحصل في السيتوسول. يا مستر فين السيتوسول ده؟ يبقى احنا هنا لازم ندرس بالتفصيل بقى، ركز معايا كده ونعرف ايه هي الاستراكشر بتاع الميتوكوندريا. الميتوكوندريا يا اولاد بتتكون من باي ممبرين، باي ممبرين ادي اوتر ممبرين زي ما انت شايف اللي هو ده اللي بره ده، ده بنسميه الاوتر ممبرين، وبعد كده في انر ممبرين كمان اللي هو الغطاء الثاني الداخلي ده. يبقى انا عندي انر واوتر، انر واوتر. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الانر والاوتر زي ما قلنا في ما بينهم سبيس، ان الانر الاوتر بيبقى السيرفس بتاعته اكبر شويه وبيبقى زي ما احنا شايفينه بنسميها، هو ده السبب اللي خلاها اتسمت ميتوكوندريون. ميتو يعني لونج او الونجيتد، وكوندريون يعني جرين او حبه، هو اللي خلاها عامله زي حبه الفول او البين او الحبه من السيتس يعني او البذور. فعشان كده بتسمت ايه الميتوكوندريا. الميتوكوندريا يا اولاد بتتواجد في السيلز في according to the need of cells او need and cells for energy. يعني مثلا لو الخليه محتاجه انرجي اكتر هتبقى عندها ميتوكوندريا اكتر، لو الخليه محتاجه انرجي اقل هتبقى عندها ميتوكوندريا اقل. يعني انا لو عندي مثلا لو قلت مثلا ان في خلايا مثلا وليكن في البرين وخلايا في المسل وخلايا مثلا في مثلا في السكان، لو قلت لك مثلا في السكان ده المسل ودي السكان ودي مثلا البرين، هلاحظ ان الاختلاف ما بينهم في عدد الميتوكوندريا. يبقى هنا عدد الميتوكوندريا بيختلف في ما بين البرين وما بين المسل وما بين السكان. السكان هلاقيه lower in mitochondria number، لكن هلاقي في البرين عدد الميتوكوندريات اكتر. ليه؟ لانه البرين نيد، البرين سيلز او النيورونز نيد مور انرجي، نيد مور انرجي. اوكي طيب بعد كده بلاقي هنا في حاجه اسمها الكريستال، التجاعيد اللي انت شايفها دي او الفولدز الثنائيات اللي جوه دي والكيرفز دي بنسميها كريستال. كريستال
كريستا يعني عرف او كم او مشط. طيب الكريستا دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل انكريز ذا سيرفيس اريا. يعني برضه يا مستر انت عايز تقول لي ان انا لو زادت عندي الكريستا، لو انا قلت لك هنا الكريستا نمبر والاي تي بي كميه الاي تي بي اللي هتطلع، وهنا الكريستا نمبر، يعني انا لو عامل كده علاقه او ريليشن ما بين الكريستا نمبر والاي تي بي او الانرجي، اكيد هلاقي العلاقه دايركت. ليه بقى؟ لان الكريستا كل ما بتزيد بتزيد معاها الاي تي بي، زي ما انت شايف الكريستا كل ما بتزيد بتزيد السيرفيس، وبالتالي بتزيد معاها الايه؟ increases the ATP produced. طيب هنا بقى في الداخل هلاقي شويه حاجات بقى مهمه جدا وده اللي تهمنا. هلاقي ان في عندنا رايبوسومز. طب ليه رايبوسوم يا مستر؟ وكمان هلاقي في دي ان ايه؟ ايه بقى اللخبطه دي يا مستر؟ هو ليه في رايبوسوم اللي هو الار ان ايه؟ وليه في دي ان ايه؟ هنا ده حاجه مهمه جدا ولازم تاخد بالك منها، لان عمليه البيرننج دي، عمليه الريسبريشن اللي هتحصل جوه دي يا اولاد، بروسيس معقده جدا، فيري كومبليكيتد، ومحتاجه انزيمز. وانت اخدت ان الانزيمز في درس الهايدرو اللي بنسميها الهيتيروتروفيك، لما اتكلمنا عن الانزيمز قلنا في البدايه قلنا ان الانزيمز دي عباره عن ايه؟ عباره عن بروتينيك سبستنس، بروتينيك سبستنس. طب ما هو البروتين ده محتاج ايه؟ محتاج ايه يصنعه او يكونه؟ محتاج رايبوسومز ومحتاج ار ان اي ودي ان اي. يبقى انا في الحاله دي هنا لما يسالني ليه في رايبوسومز وليه في دي ان اي، هنا تو فورم انزيمز، يبقى هنا عشان يعملوا لي يا اولاد الانزيمز، عشان يصنعوا لي انزيمز اللي هي بنسميها ريسبريشن انزيمز، عملية الريسبريشن انزيمز او الانزيمات التنفسيه اللي هي بتفيدنا في عمليه الايه؟ البيرننج. طيب ايه ممكن الاقيه تاني؟ كل بقى المولكيولز اللي هي انتر او الانبوتس والاوتبوتس بتاعت عمليه الايه؟ الريسبريشن. عمليه الريسبريشن دي لها انبوتس ولها اوتبوتس، ليها مدخلات وليها مخرجات. ايه الانبوتس بتاعتها؟ هيبقى في هنا جلوكوز اكيد، هلاقي هنا في جلوكوز، هلاقي في هنا كمان اكسجين داخل عشان يعمل بيرن للجلوكوز، هلاقي كمان في ايه في الماتريكس دي؟ الماتريكس او الاستروما دي او الماتريكس، هلاقي فيها كمان هنا غير الانزيمز وغير الدي ان اي وغير البروتين وغير الار ان اي، كمان زي ما قلنا هلاقي فيه جلوكوز، هلاقي فيه اكسجين، هلاقي فيه اي تي بي، هلاقي فيه اي دي بي، هلاقي فيه ووتر، هلاقي فيه كربون دايوكسيد، هلاقي فيه هيدروجين، هلاقي فيه ان اي دي واف اي دي. كل المواد دي هتلاقيها فين يا اولاد؟ هتلاقيها هنا في الماتريكس ده او الارضيه او الميكشر ماتر، الميكشر ماتيريالز او الماتيريالز المختلفه اللي موجوده هنا في الماتريكس. طيب ايه الخطوات؟ زي ما قلنا ستيب 1 جلايكوليسيس ان سيتوسول، دي بتحصل في السيتوسول، المنطقه بقى اللي حوالين الميتوكوندريا دي اولاد بنسميها سيتوسول. يبقى هنا لما بيقول سيتوسول يقصد بيها مين؟ يقصد بيها المنطقه الاريا سراوندينج ذا اورجانيلز، الاورجانيلز او الاعضاء بتاعت الخليه اللي من ضمنهم الميتوكوندريا هي اورجانيل. في المنطقه دي كده هلاقي حوالين الميتوكوندريا هلاقي في ايه؟ حاجه اسمها سيتوسول. طب امتى بسمي السيتوسول سيتوبلازم؟ السيتوبلازم لما يكون السيتوسول ويز اورجانيلز فبسميه سيتوبلازم، لكن السيتوسول هنا بقوله على الليكويد او الفلويد سيتوبلازم نفسه، السيتوبلازم السائل اللي هو حوالين الاورجانيلز، وده بيحتوي على مواد بتساعد في عمليه الايه؟ عمليه الجلايكوليسيس. مين بقى زي مين؟ زي هنحتاج ال NAD، هنحتاج ال NAD في الجلايكوليسيس، وهنحتاج ATP او ADP، هنحتاج ال ADP عشان يتشحن. طيب في الحاله دي عشان ال ADP عشان يتحول يبقى هنحتاج ال ADP عشان يتحول ل ATP. طيب عمليه الجلايكوليسيس بتطلع لنا كام لوحدها؟ بتطلع لنا 2 ATP بس يا مستر، انت قلت 38 ATP بيطلعوا من الايروبيك ريسبريشن. طيب هم هنقسمهم بقى 2، اثنين منهم بيطلعوا في اول مرحله اللي هي بنسميها الجلايكوليسيس، ودي بتطلع لنا 2 اي تي بي، وكمان عندنا 2 بايروبيك ودي شفناها هنا اهي 2 بايروبيك اسيتس، وكمان 2 ان اي دي اتش، يعني كل بايروبيك معاه ان اي دي اتش ومعاه اي تي بي، كل بايروبيك من دول كانه معاه اي تي بي، كانه معاه واحده اي تي بي ومعاه كمان ان اي دي اتش، ان اي دي اتش. يبقى انا هنا نفس الكلام طبعا، هنا برضو هنلاقي معاه اي تي بي ومعاه كمان ان اي دي اتش. يبقى ما ننساش الحته دي مهمه جدا، عشان لما بيجي يحلها لي او يسالني في بعض المسائل اللي فيها ارقام، انا كل جلوكوز يا اولاد بيتحول في عمليه الجلايكوليسيس لبايروبيك واي تي بي وان اي دي، ان اي دي اتش، وبرضه بايروبيك وان اي دي اتش واي تي بي، يعني 2 بايروبيك 2 ان اي دي 2 اي تي بي. الخطوه الثانيه بقى دي يا اولاد بتحصل فين؟ في الكريستا. الخطوه الثانيه اللي هي بنسميها السكند ستيج او بنسميها الكريبس سايكل. الكريبس سايكل بتحصل للاثنين بايروبيك، خد بالك ان احنا عندنا اثنين بايروبيك، احنا بدانا او انتهينا في عمليه الجلايكوليسيس عندنا ب 2 بايروبيك اسيدز، ال 2 بايروبيك اسيدز كل واحد فيهم هيدخل كريبس سايكل، يبقى احنا هنا عندنا يا مستر 2 بايروبيك سايكلز،
تو او تو اسف تو كريبس سايكلز، ممكن اسميها بايروبيك سايكلز، ممكن اسميها تو كريبس سايكلز، ممكن اسميها تو ساتريك سايكلز، بيسموها برضو ساتريك سايكلز، وهنعرف بعدين ليه بتسمى ساتريك، لانها طبعا بتبدا بالستريك اسيد، وبتسمى كريبس لانها اللي اكتشفها العالم اللي هو السير كريبس، واتسمت زي ما قلنا بايروبيك سايكلز لانها بتبدا بالبايروبيك برضو، لان البايروبيك هو اللي بيدخل الكريبس سايكل، فبنسميه البايروبيك سايكلز او تو بايروبيك سايكلز. وهنا تو بايروبيك اسيدز، هنا ايتش هاز تو ستيج، كل بايروبيك بيعدي على المرحله بتاعته. اوكي طيب، فيرست باي كو، هنا اول مرحله يا اولاد في عمليه الكريبس سايكل نفسها ليها مرحلتين، يعني الكريبس سايكل لما بنتكلم عنها بالتفصيل هي نفسها فيها مرحلتين. فيرست باي كو انزايم، اول مرحله بيهم بتبقى عن طريق الكو انزايم، يبقى اول مرحله من مراحل ستيج بتاعت الكريب سايكل بتبقى عن طريق ال NAD والكربون دايوكسيد، ودي بتطلع لنا ATP واحدة بس، بتطلع لنا ATP، وكمان بتطلع لنا 3 NADH و 1 FADH2 و2 كربون دايوكسيد. هنا بقى دي التو ستيبس بقى، يعني دي السكند، يعني هنا انا هنا دي السكند، يبقى السكند هنا بتطلع لنا الحاجات دي يا اولاد. الفيرست المرحلة الأولى بتطلع لنا بتستعمل ال NADH أو بتطلع لنا NADH وبتستعمل معانا الكو انزايم، يوز كو انزايم. طيب السكند ستيج المرحله الثانيه من الكريبس سايكل، لا هنا بتخرج لنا بقى مين؟ 1 ATP 3 NADH 1 FADH2 2 كربون دايوكسيد. يبقى هنا هيطلع التوتال معانا كده يا اولاد ايه؟ هتلاحظ ان التوتال بتاعنا هنا انه في عندنا ادي 1 كربون دايوكسيد وهنا كمان في 2 كربون دايوكسيد، يبقى الكريبس سايكل كلها بتطلع لي 3 كربون دايوكسيد. الكريبس سايكل كلها بتطلع لي 3 كربون دايوكسيد، وواحده FADH2 وواحده وثلاثه NADH وواحده هنا يبقى 4، يبقى 4 NADH وكمان 1 ATP 1 ATP، يبقى كده الكريبس سايكل كلها على بعضها بتطلع 1 ATP بس. طب انا عندي 2 كريبس سايكلز بيحصلوا للجلوكوز، يبقى 2 ATP، يبقى لما قلت 2 كريبس سايكل يبقى هنا 2 ATP يا اولاد، يبقى الكريبس سايكلز كلهم الاثنين بيطلعوا لي 2 ATP، ما تنساش دي. طيب بعد كده بيحصل عندنا في مرحله ثالثه بنسميها الالكترون ترانسبورت تشين، ودي بتحصل بتطلع لي لوحدها بنسميها الهارفست. هارفست يعني ايه؟ هارفست معناها انك انت بتحصد، عامل زي اللي بيزرع طول السنه وبيحصد في يوم واحد، فبنسميها الهارفست اوف انرجي، هارفست اوف انرجي يعني حصاد الطاقه. فانت هنا بتاخد بقى كل الهيدروجين اللي متشال ده اللي هو انت شايفه ده كده، الهيدروجين ده والهيدروجين ده بيبقى عنده انرجي لانه بيبقى اكسايتد الكترونز، الالكترونز بتاعته بتبقى اكسايتد مثاره، عندها ستيميليشن، حصل لها الاستيميليشن او الاكسايتيشن ده منين؟ من عمليه الكيميكال رياكشنز اللي حصلت والتفاعل اللي حصل وعمليه البريكنج داون. طيب ففي الحاله دي بتبقى الهيدروجين ده يا اولاد او الهيدروجين هنا اللي هي البروتونات والالكترونز بالتحديد بتبقى عندها انرجي او هاف بوتنشال انرجي، فبناخد منها الانرجي دي عن طريق كو انزايمز. هنا كو انزايمز، الكو انزايمز هنا بيبقى مراحل بيسموهم سايتوكرومز، سايتوكرومز، السايتوكرومز دول عباره عن كو انزايمز ثانيه بس بيشتركوا في اخر مرحله اللي هي بنسميها الالكترون ترانسبورت تشين، ودي لوحدها مسؤوله عن انها تعمل لنا تطلع لنا الطاقه اللي هنا، الانرجي اللي في الهيدروجين ده والهيدروجين ده والهيدروجين ده، الانرجي دي بتساوي لوحدها تقريبا 34 ATP، ودي بتبقى انسايد يا اولاد، دي بتبقى انسايد ميتوكوندريا، يبقى هنا 34 ATP. طيب واحنا قلنا في السيتوسول بره كان في كام؟ 2 ATP في السيتوسول بره اللي هو 2 ATP اللي هم عمليه الجلايكوليسيس، وكمان كان في الكريستا هنا كمان ما تنساش ان في الكريستا نفسها اللي هي حصلت فيها الكريبس سايكل كان بيبقى فيه هنا كمان ايه؟ 2 ATP 1 ATP و 1 ATP يبقى 2 ATP زي ما قلنا، يبقى 2 ATP، يبقى التوتال بتاعنا كام؟ 2 ATP 2 ATP و 34 ATP، يبقى التوتال بتاعنا يا اولاد كام؟ يبقى التوتال بتاعنا هنا 38 ATP. ده عمليه الحساب بتاعتها او ان ازاي تقدر تحسب ال ATP produced by cellular respiration. طبعا لسه في تفاصيل ثانيه هنقولها بس احنا بنتكلم جنرال عشان تقدر تعمل كالكوليشن او حساب لمين؟ لعمليه للبروديوسد ATP from cellular respiration. ال types of respiration و still in types of respiration بيقول لي النوع الثاني بقى، احنا كده اتكلمنا على نوع ولسه هناخده بالتفصيل، لسه تفاصيل اكتر شويه في الكريبس سايكل، لكن انا اتكلمت عنه جنرال. النهارده لسه بنكمل في جزء ثاني اسمه ده يمكن عشان جزء اصغر شويه فنقدر نخلصه، اللي هو السكند ان ايروبيك ريسبيريشن، اللي هو نوع ثاني من التنفس، نوع ثاني من الريسبيريشن بيسموه ان ايروبيك. ايه ان ايروبيك ده يا مستر؟ تنفس لا هوائي، تنفس لا هوائي، والعلماء بيسموه فيرمنتيشن، تخمر، تخمر او فيرمنتيشن او انيروبيك، وده بيقول لي بروديوس ذا اونلي 2 ATP، ما تنساش دي، يبقى هنا ده بيطلع لي 2 ATP بس، لكن الثاني كان بيطلع لي 38 اللي هو الايروبيك، ما تنساش دي الحته دي مهمه جدا، الايروبيك كان بيطلع لي 38 لكن الانيروبيك لا ده بيطلع لي كام؟ هنا بيطلع لي 2 ATP بس، 2 ATP بس.
يبقى ده الان ايروبيك هنا 2 اي تي بي، وده الايروبيك بيطلع لي 38 اي تي بي. ده من اهم الديفرنسز اللي ما بينهم. احنا قلنا بروديوسد 1 اونلي 2 اي تي بي فروم جلوكوز مولكيول اونلي 1 ستيب، بيحصل على خطوه واحده بس زي ما هنشوف. طيب ايه رسمه الماسلز دي؟ اصل الماسلز العضلات يا اولاد عندنا لازم تاخد بالك من الحته الاولى دي، العضلات بيحصل فيها نوعين. العضلات بيحصل فيها 38 وبيحصل فيها 2 اي تي بي. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني معناها ممكن يحصل فيها 38 اي تي بي تبقى ايروبيك، يعني تقدر تتنفس ايروبيك وتقدر تتنفس ان ايروبيك. ان ايروبيك يعني ايه؟ تقصد ايه؟ العضلات يا اولاد اذا او الماسلز اذا توفر لها الاكسجين افيلابل، اكسترا اكسجين افيلابل، لو توفر لها بكميه كبيره يعني اللي هو عمليه الديب بريسنج واحنا بقى مستريحين ريلاكسد واخدين راحتنا خالص، يعني مش بنعمل فيجورس ايفورت، مش بنعمل فيجورس ايفورت، مش بنعمل مجهود كبير. في الحاله دي الماسلز هنا اولاد بتروح لعمليه الايه؟ الايروبيك ريسبريشن. الايروبيك ريسبريشن بتاخد بتطلع لنا منه 38 اي تي بي. طيب وفي المرحله الثانيه لما بتكون امتى بتعمل ان ايروبيك ريسبريشن؟ لما يكون الاكسجين نوت انف، لما الاكسجين ما يكونش كافي للعضلات. امتى ده؟ ده بيحصل في الاكسرسايز، في الفيزيكال اكسرسايز، التمرينات الرياضيه. في الحاله دي العضلات بتضطر انها تاخد ايه؟ انها تاخد الجلوكوز تطلع منه 2 اي تي بي بس، وتعمل عمليه فيرمنتيشن او بنسميها الاسيديك فيرمنتيشن زي ما هنشوف برضو لسه بالتفصيل. الفيرمنتيشن هي عباره عن ايه؟ تيكس بليس ان ماسل، اول نوع من انواع الفيرمنتيشن تيكس بليس ان ماسل وبتسميها الاسيديك فيرمنتيشن كوزنج ماسل فاتيج. الماسل فاتيج يعني معناها الاجهاد او التعب العضلي، التعب العضله او الاجهاد بتاع العضلات. احنا لما بنعمل فيزيكال اكسرسايز بتلاقي نفسك انك انت مرهق او تايرد. التاير الجيتنج تاير ده او الارهاق اللي انت فيه ده بيبقى سببه ايه؟ بيبقى سببه ان عندك ان الماسلز اضطرت انها تعمل ان ايروبيك ريسبيريشن، وبالتالي بتقدر تستعمل كميه كبيره جدا جدا من الجلوكوز عشان تعوض نفس الطاقه. لان خد بالك ان الجلوكوز هنا بيدي 2 اي تي بي بس، لكن هنا الجلوكوز بيدي 38 اي تي بي، فبالتالي هنا بتحرق جلوكوز اكتر، يبقى دي بتعمل بيرن للجلوكوز اكتر، وده اللي بيعمل لنا لوزنج ويت. عشان كده لما بيقول لك اذا كنت عايز تعمل لوزنج ويت او تخس، المفروض انك تعمل فيجورس ايفورت او مجهود كبير، ما تعملش مجهود وانت مستريح. يعني بمعنى انك ما تبقاش ايه تمشي مشي بطيء سلو ووكينج، لا لازم تعمل ايه الفاست ووكينج او الفاست راننج، تمشي بسرعه وتعمل مجهود بسرعه على سواء في الجيم او في الراننج. كل ده ليه؟ علشان تجبر العضلات او انفورس ذا ماسل تو ميك ان ايروبيك. انت بتعمل انفورس ذا ماسل تو ميك ان ايروبيك، تضطرها انها تعمل ان ايروبيك، فبالتالي تحرق كميه كبيره من الجلوكوز. البكتيريا كمان يا اولاد بتعمل الاسيديك فيرمنتيشن كوزنج سبويلنج فود. البكتيريا بتعمل حاجه اسمها الاسيديك فيرمنتيشن هي كمان، وبتعمل والاسيديك فيرمنتيشن زيها زي العضلات بالظبط، فبتخرج حاجه في الاخر اسمها سبويلنج فود. يعني ايه؟ يعني افساد للطعام اللي هي البويزنز او السموم اللي احنا بنشوفها في الاكل لما البكتيريا بتيجي عليه. اليست كمان بتعمل فورمنج الكحول. اليست هنا نوع من انواع الخميره اللي انت شايفها قدامك دي، انسايد سول اوتسايد ميتوكوندريا برودوس 2 اي تي بي. هنا برضو الخميره بتديني نفس القصه. طيب يبقى انا دلوقتي عندي الانيروبيك ريسبريشن الجلايكوليس، او يعتبر كانه جلايكوليسيس بس، وده بيحصل فين يا اولاد؟ بيحصل زي ما قلنا الانيروبيك، ما بيحصلش هنا بقى مش محتاج ميتوكوندريا، مش محتاج ميتوكوندريا الانيروبيك، لا ده بيحصل في السيتوبلازم، وقلنا doesn't need oxygen، ما بيحتاجش اكسجين اصلا، but it takes place in presence of some special enzymes، هي دي اللي تهمنا هنا، وده بيحصل فين زي ما قلنا؟ سواء في اليست، سواء في الماسل، او في البكتيريا. في البكتيريا مثلا لو خدنا الماسلز مثلا بتديني حاجه في الاخر اسمها الاسيديك اللاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد ده يا اولاد اهو الماسل فايبرز بتديني لاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد ده بيبقى ماده هي اللي بتعمل كوزنج ايه؟ كوزنج بتسبب عمليه الفاتيج او الفاتيجيشن او عمليه الاجهاد او الجيتنج تايرد او الاجهاد العضلي. If oxygen is available, lactic acid is converted into pyruvic acid and then بيقول لي بقى لما العضله تلاقي اكسجين بعد ما تستريح having rest، في الحاله دي العضله بتبدا ترجع تاني return to make aerobically respiration، يعني بترجع تاخد اللاكتيك اللي عندها ده تحوله تاني ل converted acid ل pyruvic acid، وترجع تدخل تحوله كانه يتفاعل مع الاسيتايل، وفي الحاله دي يديني يدخل كريبس سايكل تاني زي ما هنشوفها بالتفصيل. يعني معنى كده ان العضله يا اولاد بتعمل الاثنين، بتعمل اني ايروبيك لو ما فيش اكسجين، طب لو لقيت اكسجين ترجع تاني ريتيرن تو ايروبيك ريسبيريشن. اوكي؟
سيفرال كاينز اوف بكتيريا. البكتيريا برضو عندنا زي ما قلنا ادي الجلوكوز C6H12O6 بيحصل لها اسيدك فيرمنتيشن بتديني 2C3H6O3 اللي هو بنسميه برضو اللاكتيك اسيد بلس الايه ال 2 ATP. يبقى هنا عندنا ال 2 ATP مع ال 2 لاكتيك اسيد، هنا ده برضو عمليه الايه الاسيدك فيرمنتيشن، بس ده في البكتيريا. طبعا البكتيريا يا اولاد دازنت ايه ريتيرن نوت ريتيرن، يعني مش هتروح تاني للايه لعمليه الايروبيك تو ايروبيك، لا هتفضل على طول في الايه في الان ايروبيك ان ايروبيك. ما تنساش دي عشان دي مهمه جدا، الان ايروبيك. يبقى هنا ما بتروحش للان ايروبيك خالص، لكن الماسل بتعمل الايروبيك والان ايروبيك الاثنين مع بعض. طيب الاسيدك فيرمنتيشن زي ما قلنا في البكتيريا زي ما قلنا بيديني كمان بيفيدنا في ايه؟ بيقول لي ممكن يفيدنا كمان بروديوسز اسيد انستيد اوف الكول، ممكن كمان تعمل ساتش از تشيز بتدينا في صناعه الجبن الباتر اليوجرت المانيفاكتشرد باي ذيس كايند اوف فيرمنتيشن، كل دول بيستخدموا او بيعتمدوا على تصنيع على عمليه الايه الاسيدك فيرمنتيشن. طب اليست فانجس، اليست فانجس احنا بنستفيد منها في ايه يا مستر؟ عشان اليست فانجس يا اولاد بتديني تو الكول، تديني الكول، فبالتالي احنا بنقدر نستفيد منها في البرودكشن اوف الكول، الكول او عمليه صناعه الايه الكحول. يبقى الالكوهوليك فيرمنتيشن از يوزد ان اندستري اوف سام برودكت از الكول. تمام. طيب في ليفنج اورجانيزم ثاني يا اولاد ما ننساهوش، هو الانجيوسبيرمز. لما بقول انجيوسبيرمز ممكن اقول بمعنى ثاني، الانجيوسبيرمز معناها النباتات اللي هي البذريه او النباتات اللي هي عندها بذور مغطاه، فممكن ليها اسم تاني ممكن يكون مش موجود عندك بس ايه انت مطالب بيه لانك اخدته قبل كده، فلاورنج بلانتس. فلاورنج بلانتس، والفلاورنج بلانتس كنا بنسميها مونوكوت ودايكوت لو تفتكر قبل كده، كنا بنسميها مونوكوت ودايكوت. والنباتات دي برضه يا اولاد عندها حاجه اسمها ايه؟ ان لما بنزرعها انت لاحظ ان النباتات دي لما بنزرعها ما بيبقاش فيه اكسجين في الارض، طب هي ازاي بتتنفس لحد ما بتعمل جروينج او عمليه الجيرمينيشن تنبت؟ ازاي بتعمل جيرمينيت تنبت في الارض وهي ما عندهاش اكسجين يا مستر؟ هنا في الحاله دي بتعتمد على مين؟ الان ايروبيك. طب انهي نوع من الان ايروبيك؟ ما احنا عندنا الان ايروبيك كذا نوع. الالكوهوليك يبقى زيها زي اليست. يبقى هنا ده بيحصل فين يا اولاد؟ اللي هو الالكوهوليك فيرمنتيشن اللي هو انتاج الكحول C2H5OH بلس كربون دايوكسيد و2ATP برضه. العمليه دي بتحصل فين؟ الالكوهوليك فيرمنتيشن سواء في اليست او في الايه؟ الانجيوسبيرمز. الانجيوسبيرمز الاثنين دول هم اللي بيحصل فيهم عمليه الايه؟ الالكوهوليك فيرمنتيشن.